الكل خبرنا انه قاضي التحقيق قرر الافراج على شيماء عيسى، لكن من بعد سمعنا انه النيابة العمومية استأنفت هذا القرار. بعد قرار قاضي التحقيق على الافراج عن شيماء عيسى، النيابة العمومية تستأنف ولن يقع اليوم إخلاء سبيل شيماء عيسى. شنو المسار القانوني الذي سيتم اتباعه؟ يعني قانونيا إذا كان قاضي التحقيق يقرر الافراج والنيابة اللي هي طرف في القضية تستأنف اليوم لسان الدفاع، شنو الإجراءات القانونية اللي قوم بهم؟ تحضر معنا في المباشر الأستاذة إسلام حمزة. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الكرام. شكرا لك. برشا ناس فرحوا كي تم الإعلان عن أن قاضي التحقيق قرر الإفراج، لكن سرعان ما معناتها ما رجال القانون ونساء القانون قالوا ما تتسرعوش، النيابة العمومية تنجم تستأنف. وفكتيفمون النيابة العمومية استأنفت هذا القرار، عندها الحق النيابة العمومية تستأنف أستاذة؟ طبعا طبعا، قانونيا هذا قرار يكفل القانون، هذا قانون إجراء معناها كنا نعلمه، من حق النيابة العمومية أنها تستأنف. لكن بالنسبة لنا بما أن مطلعين عن هذا الملف جيدا ونعرف أنه شيماء عيسى وبقية المعتقلين يقضوا منذ أشهر بدون لا تهم ولا قرائن ولا حجج، فكان عنا أمل أنه بعد المدة اللي قضوها في السجن وبالبادرة هذه أنت قاضي التحقيق بالإفراج عن شيماء، فربما قلنا قد لا تقوم النيابة العمومية بالاستئناف. للأسف استأنفت النيابة العمومية وبالتالي لم يقع إخلاء سبيل شيماء عيسى اليوم. قانونيا نرجع كما سؤالك، قانونيا هو منذ يوم الاثنين بمطلب إفراج في جميع المعتقلين. بعد نهاية الأجل القانونية اتخذ قاضي التحقيق قرارا في الإفراج فقط عن شيماء عيسى وصمت عن البقية. الصمت هذه بعد انتهاء الأجل هو يعتبر كأنه رفض ضمني. الرفض الضمني هذه شو يصير بالنسبة لنا؟ نمشي إلى دائرة الاتهام ونقدم مطالب إفراج عن بقية المعتقلين أمام دائرة الاتهام. وبالنسبة لشيماء عيسى، مادام هو قرر الإفراج عنها واستأنفت النيابة العمومية ذلك القرار، بالتالي دائرة الاتهام ستنظر في حاجتي، ستنظر في الاستئناف هذك، وبالتالي يا إما ستقرر إقرار قرار قاضي التحقيق والإفراج عن شيماء وإلا عدم الإفراج عنه، هذه النظر في استئناف النيابة، ومن جهة أخرى ستنظر في نفس الوقت في مطالب الإفراج هذيك الجديدة أمامها في بقية المعتقلين. هذه كانوا زمنيا زمنيا أستاذ يخو وقت جلب الطلبات هذيك والملفات من التحقيق لدائرة الاتهام ياخذ بعض الوقت، يعني انت والوقت اللي نجم ياخذوه ربما احنا خاطر فما العيس قد يسبب في تأخير انه تولي بداية الاسبوع المقبل، اما هو من المفروض يكون الاسبوع هذا القادم بحكم عطلة العيد باش تكون معناتها بعطلة العيد. ما مكنتش هذه الدائرة باش انها تنظر، فانه باذن الله بداية الاسبوع اللي بعده تنظر الدائرة وتقرر في شأن الجميع، في شأن الجميع نعاود نأكد، ستنظر في قرار هذيك الافراج الذي استأنفته النيابة العمومية اللي يخص شيماء عيسى، وستنظر ايضا الإفراج على بقية المعتقلين أنتم ما أنه ضمنيا، لأنه صمت هو اعتبرنا ذلك رفضا ضمنيا، وبالتالي ما يصيرش الرفض الضمني ما تستنفوش لأنه ليس قرار، فأنت تمشي تقدم مطالب إفراج مباشرة أمام دائرة الاتهام في بقية المعتقلين. ونأمل في هذا الملف، الحقيقة تكلمنا برشا وعبرنا برشا عن فراغ هذا الملف، لم يبقى لنا للأسف كما محامين غير أن نأمل أنه دائرة الاتهام تنصفهم هذه المرة
بعد المدة الطويلة اللي قضاوها في السجون وتطلق سراحهم. واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة الأستاذة إسلام حمزة. شكرا لك على جملة التفاصيل المسار القانوني الذي